باري زيورخ، زيورخ ايربورت. قلب برا الامارات، ابو بكر كلها اكثر على اي. هاي السوق الحرة. مطار زيورخ. تدخل السوق الحرة وبعدين تسوي خروج. وانت يعني الواحد ياخذ حذره في هالمطار. طريقتهم عجيبة. طريقة انك ساعات الناس تفوت طيايرها واللي تأخر على طيايرها يكونون موجودين في سوق الحرة ويتأخرون على الطيارة، لأن نظامهم هني عقب ما تطلع من سوق الحرة تسوي خروج وبعدين تركب القطار إلى الأندر جراوند، إلى الصالة اللي فيها طيارة. فالرجاء الحذر المسافرين من مطار زيورخ ينتبهون لهالنقطة، يكونون عند بوابة، يكونون عند يعني عند بوابة الصعود على الأقل قبل الإغلاق بنص ساعة أو 40 دقيقة، وما يتأخرون في السوق الحرة. مطار حلو، في دور دوحة الدور الأول وفي دور ثاني فوق، في بوابات فوق وفي بوابات تحت. السويسري طيران سويسري يكون في الدور الثاني فوق. عموما يعني هناك أقرب لهم، اللي على الطيران السويسري ما في مشكلة عنده، الهجرة قريبة من الطيارة، كان الطيران الثاني شوية ياخذ باله. مطار حلو، مطار حلو بالنسبة حق أوروبا، أفضل طبعا عن مطار فيينا ومطار ميونخ، تقريبا أفضل عن هذا الفندق المطار بعد التجديد. شوفون هذا كله مجدد، في إضافات، طايفين لإضافات. عموما سوق حرة حلو، أشياء فيه حلوة، بضاعة حلوة. أتمنى هاي في نهاية الرحلة تقريبا غطينا اقلب مدن سويسرا واقلب بحيراتها واقلب وافضل يعني واشهر وافضل بحيرات النمساويه اللي في شمال النمسا. من اشهرها خمس بحيرات غطيناها، موجوده صورها في اليوتيوب. وبعدين بلاك فورست، بحيره تيتسي غطيناها، بعض المدن الألمانية مثل برلين، هامبورغ، وشتوتغارت، وبادن بادن كلها تغطت، وفرايبورغ. تقدرون تحصلون الملفات، الفيديو كله موجود في غنى. وأشكركم على زيارة قناتي، وأنا حاضر لأي سؤال وأي حاجة يعني مش مفهومة، حاضرين له لأي استفسار منكم. عموما أنا بوابتي على إي، السموحة منكم. الحين لازم أسوي خروج وأخذ القطار إلى الصالة اللي فيها طيران الإمارات. يلا السموحة، بحاول أخذ لي لقطة منها قبل الإغلاء، قبل ركوب الطيارة. هاي ساحة المطار، هذا النظام، هذا إير برلين السويسرية، طيران سويسري، طيران سويسري. نزلنا في المطار متجهين على الطيارة. هذا الأندر جراوند مطار زيورخ. هاي نهاية الرحلة قبل ركوب الطيارة. الطيارة وين مبركنة؟ آخر لقطة طيب قبل الصعود إلى الطائرة. المطار صراحة حسنوا، ما كان العام كان غير عن هالشيء هذا، فيه إضافات صراحة كبيرة. وهاي السموحة منكم، هذا تقريرنا عن مطار زيورخ، إحدى المطارات المهمة الأوروبية. طبعا زيورخ، مطار زيورخ أهم عن مطار العاصمة بيرن، لمكانة زيورخ الاقتصادية والسياحية مثل ما خبرناكم قبل. والسموح منكم لقطة، شوفون المبنى وين برج المراقبة، هذاك المبنى الرئيسي، وهاي صالة بعيدة شوية الوصول لها عن طريق الاندرجراوند. هاي من الصالة
مطار زيورخ وقت الغروب. المطار في القطار متجهين إلى صالة الطائرة.